معانا سيد المحافظ وزير التنميه المحليه. من هنا الحقيقه انا بشكر وزير التنميه المحليه على استجابته لامداد محافظه الجيزه بهذا الدعم المالي الذي يقدر بحوالي 16 مليون جنيه. يكلف شركه نور العرب عمل محور مروري يربط بين نزله القلعه دي والمصرف والطريق الدايري. ده هيعمل شريان حقيقي لاهالي بلاد دكور والمناطق المحيطه بيها. انا شايف دي هيبقى اضافه قويه جدا في محاور بناء داخل الولايات. في نفس الوقت تقدمنا برضه طلب من السيد رئيس مجلس الاداره بتوفير 100 مليون جنيه لعمل محاور مروريه اخرى، وعلى سبيل المثال 3 على 1، 3 على 2، بعض محاور في بلاد دكور. في الحقيقه السيد رئيس الوزراء برضه وافق على دعم محافظه جيزه ب 100 مليون جنيه. واللي انا عايز اقوله ان احنا ابتدينا نطلب وفي استجابه حقيقيه من الدوله. احنا بس عايزين الناس تصبر علينا شويه، احنا داخلين على قماشه صعبه جدا. بنحاول نجتهد مع الساده النواب اعضاء المجلس المؤقت، زميلي المحترم محمد بيز نعيم وزميلي المحترم عمرو بيلي ابو يزيد، هم نواب الدايره معايا. احنا بنجتهد واحنا على ارض الواقع اهو حصل استجابه من الدوله في بعض المشاريع. انا شايف ان شاء الله خلال 5 اشهر اللي جايين المواطن يحس ان في تغيير حقيقي تم في نطاق بلاد دكور. لو احنا اتكلمنا على الصرف الصحي، في اعمال الصرف الصحي بيتم جزء كبير منها في منطقه بلاد دكور القديمه. منطقه ابو زيد بدر ان شاء الله في خلال الايام اللي جايه يتم عمل الخط الرئيسي اللي هناك اللي هيخف بشكل كبير جدا بالنسبه للصرف الصحي. بالنسبه لاعمال الخطه الاستثماريه بتاع حي بلاد دكور شغالين في كافه ترمز، ان شاء الله يخشوا على القطاع الشمالي عندنا. فيما يخص المرور، حصل استجابه من مدير الامن التوفيق خدمه مروريه بمنطقه الشرباجي ومنزل مطلع ثروت.